انتخابات هي الأهم في تاريخ الاتحاد الأوروبي، حيث يحق لنحو 360 مليون ناخب في مختلف دول الاتحاد، البالغ عددها 27 دولة، الإدلاء بأصواتهم على مدار 4 أيام لاختيار 27 عضواً من بين آلاف المرشحين. وتجري الانتخابات الحالية وسط العديد من التحديات التي تواجه القارة العجوز في ظل ضعف النمو الاقتصادي منذ جائحة كورونا وآثار الحرب الأوكرانية وملف الهجرة وتغير المناخ، كما أن هذه الانتخابات هي الأولى منذ خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسمياً عام 2020. تحديات يزيد من حدتها التوقعات بتحقيق أحزاب اليمين المتطرف مكاسب محتملة في تلك الانتخابات، الأمر الذي قد يؤثر بشكل كبير على سياسة الاتحاد بشأن قضايا الهجرة وتغير المناخ، فضلاً عن اختيار رئيس المفوضية الأوروبية المقبل. وفي هولندا تشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب الحرية اليميني المتطرف يمكن أن يحقق الفوز بنحو 20 مقعداً من أصل 31 مقعد في البرلمان الأوروبي، ما يزيد المخاوف من فوز الأحزاب اليمينية في بلدان أخرى بعشرات المقاعد الإضافية في البرلمان الذي لديه القدرة على تغيير تشريعات الاتحاد الأوروبي وعرقلتها. وبمجرد ظهور النتائج واتضاح ملامح البرلمان الجديد، سيجتمع زعماء الاتحاد لبدء عملية اختيار الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية، وهو أقوى منصب تنفيذي في الاتحاد، حيث تسعى أورسولا فوندرلاين الرئيسة الحالية للفوز بولاية ثانية، الأمر الذي يتطلب حصولها على دعم أغلبية قادة الاتحاد وكذلك موافقة البرلمان الأوروبي على ترشيحها بأغلبية الأصوات. وفي ظل تزايد المؤشرات على تنامي فرص أحزاب اليمين المتطرف في الحصول على عدد كبير من المقاعد، تتزايد حالة الترقب داخل القارة العجوز، ويتزايد معها القلق من تغير السياسات الأوروبية، لا سيما فيما يتعلق بملفات التغير المناخي والهجرة غير الشرعية والإنفاق الدفاعي.